السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام. النهاردة هنعمل مع بعض الترخيم بالألوان الزيتية أو الجليز حسب المتوفر. المهم إن الخامة المستخدمة زيت. طبعا بستخدم درجات البني مع الأسود مع الأصفر الأكسيد. ببدأ أحدد لو أنا برسم زي عمود زي اللي أنا هرسمه دلوقتي، بحدد اتجاه مثلا يسار هو الغامق واتجاه اليمين هو الفاتح كأن هي زاوية الإضاءة، وببدأ أرمي درجات البني عشوائي بشكل كده متجه من اليسار لليمين، وببدأ آخد بعد كده الدرجة البني الأفتح وبعدين الأصفر الأوكر أو الجملي وأشرحهم. من الناحية التانية بقى ناحية الفاتح باخد بس خط بسيط فاتح باللون الأصفر مثلا، واسيب المنطقة اللي في النص دي تعتبر هي منطقة الإضاءة. اللي أنا بعمله بقى ده هو بالقطنة أو الإسفنجة أو منديل فاين أبدأ أدمج الدرجات في بعض، وفي نفس الوقت أحافظ على اتجاه الغامق. والمنطقة اللي أنا بمسحها دي هي المنطقة اللي فيها الإضاءة أكتر، اللي هي اللمعة اللي موجودة في الرخام، وأبدأ أعمل تشريحات عشوائية. المهم إن أنا مبينش تأثير الفرشة، أبين إن كل الرسم عبارة عن أشكال عشوائية متداخلة مع بعض. وببدأ من ناحية الغامق باللون الأسود بالشكل ده كده، وأطلع منه خطوط رفيعة جدا زي التأثيرات اللي بتبقى أصلا موجودة في تأثير الرخام. أنعم طبعا عشان أدمجها في اللون البني ما تبانش إن فيه فواصل بين الدرجتين بالشكل ده كده. لو انا بعمل عمود زي اللي انا بعمله باخد بقى زاوية الفاتح او الاماكن اللي فيها الاضاءة بزود فيها تأثيرات باللون الابيض الزيت. لو الابيض الزيت مش هيظهر معايا، في الغالب دايما الالوان الزيتية الابيض ما يبقاش قوي، فممكن استخدم بلاستيك عادي. المهم ان انا انهي الاطراف بشكل كويس، يعني بحيث ان هي ما تبانش ان هي يعني زي ما انا بعمل كده بطلع منها خطوط ناعمة جدا، او اطلعها بتدريج بحيث ان هي ما تبقاش زي الوان مفيش تلاحم بينها يعني. وبشتغل نفس التأثيرات اللي انا بعملها بالغامق بعملها بالابيض، وهكمل الشكل عندي كله بنفس الطريقة دي كده بنفس تدرجات الالوان وبنفس التسلسل اللي انا اشتغلت بيه. نفس التسلسل بالظبط اكمل الشكل كله. اقدر استخدمه في ان انا اعمل جداريات مثلا، لو انا بعمل جدارية وعايز اعمل على الجنبين على اليمين واليسار قطعة رخام تعلي الشغل وتزود من قيمته. في النهاية بزود تشريحات زي اللي انا بعملها دي بقى باللون البني بالبني الفاتح بالاصفر اوكر ممكن بالابيض كمان. بتختار شكل الرخامة اللي انت حابب ان انت تطبقها او تنفذها. بشيل هو اللزق وهعمل دلوقتي زي اطار بسيط كده للقطعة اللي انا عملتها دي كأنها قطعة رخام ومتبروزة بحلايا بسيطة جدا، حاجة برضو على السريع بس كتجربة زي ما اتفقنا. باخد نفس اتجاه الغامق من اليسار والفاتح من اليمين، وبدرجهم برضو بالقطنة أو بقطعة قماشة قطن. وبس ده كانت فكرة درس النهاردة، أتمنى إن هي تعجبكم وتكون الفكرة وصلت. بأكد تاني إن أنا اشتغلت بالألوان الزيتية، الألوان الزيتية مميزة وبتظبط معايا أدرج وأسيح فيها زي ما أنا عايز طول الوقت، ودي بتكون نتيجتها أقوى جدا من البلاستيك. مستني رأيكم وتعليقاتكم، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. ولو عجبك الفيديو لايك واشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.